من جديد مشاهدينا، مدارسنا من المفترض انه ولادنا فيها بيتعلموا زي ما احنا اتعلمنا، مش بس مواد دراسيه ولكن قيم انسانيه ودينيه ساميه اساسها ان احنا كلنا سواسيه سواء قدام ربنا وقدام القانون، مفيش فرق بناء على جنس او لون او دين. ولكن الواضح انه مؤخرا بقى لدى بعض المدارس وبعض المعاهد الازهريه راي اخر، ولبعض المدرسين والمدرسات راي اخر. هناك تفرقه وهناك اهانات تلحق ببنات وطلبه وطالبات بناء على ارائهم السياسيه او بناء على لونهم او بناء على جنسهم او دينهم. هنتعرف على تفاصيل حكايه، والفقره الثانيه معانا حكايه ثانيه. دلوقتي هنتعرف على حكايه بسمله وحكاية جهاد، وبعد كده هنتعرف على حكاية عمر عاطف علي. هنرحب في البداية بالأستاذ يحيى رمضان عجاج. صباح الخير يا فندم. وحضرتك طبعا والد بسملة. بسملة يحيى، أهلا يا بسملة، ازيك؟ وجهاد ممدوح، ازيك يا جهاد؟ تمام الحمد لله. مين فيكم هيبتدي يحكي لنا الحكاية اللي حصلت؟ يلا بسملة اتفضلي. طيب هو احنا اول حاجة في المدرسة ايه هي الميز بتفضل تهزقنا في الفصل وبتفضل بعديها ايه يعني احنا مرة كنا قاعدين جات فضلت تقول لنا انتوا ايه اللي جايبكم من بلدكم، انتوا تعيشوا في السودان احسن وانتوا المفروض تعيشوا في جنينة الحيوانات. ايه؟ المفروض تعيشوا في جنينة الحيوانات؟ وانتوا ايه اللي جايبكم دي مش بلدكم؟ دي مدرسة ايه؟ مدرسة فقه. مدرسة فقه بتدرس لكم فقه. طيب لما دي كانت المرة الأولى اللي تقول فيه الكلام ده يا بسملة؟ كان في مضايقات قبل كده؟ كان في كلام قبل كده؟ كان في إهانات قبل كده؟ زي إيه؟ يعني مثلا إيه كانت بتفضل تخلي الفصل كله يضحك علينا وكذا مرة تفضل تتريق وتقول لنا أنتوا جنسيتكم إيه؟ أنتوا تعيشوا في الصومال أحسن. الصومال أحسن، السودان أحسن، جنينة الحيوانات أحسن. مدرسة فقه للأسف الشديد. كل ده علشانك سمر، وانت عارفة ان انت لونك جميل جدا. جهاد، انت برضو اتعرضتي لنفس اللي اتعرضت له بسملة؟ ازاي بقى قوليلي؟ هي اصلا ما كانتش الاول بتتقبل مننا شغل، يعني احنا مهما نحاول ان احنا نجاوب معاها ما كانتش بتتقبل مننا اي شغل. يعني حتى لما كانت بنت مثلا هي تيجي وتجاوب حتى لو قالت حاجه غلط كانت تقول لها هيكفيكي شهرين محاوله. احنا حتى مهما كنا بنجاوب معاها ما كانتش بتقدر تشتغل معانا وتقول لنا انتوا فاشلين. انتوا فاشلين؟ لان احنا على فكره جايبين درجات حلوه في الفكره كلها. ده انتوا الاثنين ولا كل الفصل ولا مجموعه؟ لا انا وهي في المضايقه كانت بتضايق بنات، كنا بنضايق كنا مجموعه، لكن في حكايه اللي هي جنينة الحيوانات وحكايه ان هي اصلا تغلط فينا كنا انا وهي ومعانا بنت ثانيه زميلتنا. وازاي طلعت يعني على اي اساس؟ يعني ايه اللي وصل الكلام للدرجه دي؟ هو احنا الاول كنا عايزين، هي دخلت فجاه فكانت صاحبتنا وقع عليها البتاع، وقع عليها الديسك. فراحت هي طبعا يعني صرخت بس كان بصوت عالي شويه البنت. فهي الميس طبعا قعدت تعيب عليها جامد وقعدت تقول لها انت المفروض تروحي تعيشي في جنينه الحيوانات، وطلعتها بره وخلت العيله يقعدوا يضحكوا عليها بشكل مش حلو. وطبعا بعد كده لما انا وبسمله طبعا ومعانا بنت ثانيه اسمها جهاد فضلنا نقول لها يا ميس ما ينفعش حضرتك كده وحضرتك عاقبتيها، لكن انك حضرتك تضحكي الفصل عليها وكده ما ينفعش. وضحكت الفصل عليها وضحكت الفصل عليكم؟ طيب احكي لي يا بسمله لما هي بتتكلم بالشكل الغلط ده يعني الفصل بيعمل ايه؟ هو اول حاجه بيفضلوا يضحكوا علينا ويتريقوا، ولما هي تطلع بره يفضلوا يقولوا لنا انتوا تلاقوا جايين من الصومال عشان الصومال فيها مجاعه. عشان الصومال فيها مجاعه. بس وبعديها ايه؟ طب انت بتحسي ايه يا بسمله؟ يعني حسيتي بايه الوقت ما قالت لك كده ووقت يعني كلام الولاد والبنات معاكي كمان؟ هو احنا بصراحه اتضايقنا منها وبعديها نزلنا اشتكينا للاخصائيه. الاخصائيه الاجتماعيه؟ وقالت لنا هجيب لكم حقكم. عملت ايه بقى؟ بس بردك ما عملتش حاجه، وبردك الميس بردك كانت بتفضل ترجع تقول لنا نفس الكلام. وانا يوم الاحد لما بابا جه المدرسه كنا احنا نزلنا فهي فضلت تقول للعيال من الجزم اللي نزلوا اشتكوا عليا. يا نهار ابيض. طيب يعني اهانه
وجهل للأسف الشديد، وكمان إهانات لأنه قالوا أو اشتكم. أستاذ يحيى، إيه اللي قمت بيه بعد ما جات لك بسملة وقالت لك حصل كذا النهاردة في الفصل؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عايز أتكلم قبل ما أخش في الموضوع، أشكر إدارة الأزهر، وطبعا الأزهر ده كيان مصري ما نقدرش نتكلم عليه خالص، وشيخ الأزهر وما نقدرش نمسهم بأي حاجة. الموضوع زي ما قالت والبنات، إن جات لي بنت وحكت لي اللي حصل بالظبط، فغيبتها من المدرسة يوم الخميس، ووصلت هناك يوم الأحد، وكان معايا مجموعة أولياء أمور، وقابلنا المديرة. للأسف الشديد أول ما قابلت المديرة أنكرت وجود المدرسة وأنكرت وجود الأخصائية الاجتماعية. فصممنا وعدنا قلنا لهم لا احنا مش هنمشي من هنا، لازم اعرف الحكايه ايه واعرف تداعيات الموقف ايه ونشوف ونحله مع بعض ودي. طبعا يعني ده بمعهد القدس الازهري، الازهري في شارع وفاء الامل الهرم. يعني كرم من عند ربنا اللي يكون موجود ساعتها تفتيش من الازهر. كان في موجهه يعني بصراحه من الناس المحترمه اسمها منى الحسين، انا ما اعرفهاش اول مره اقابلها، فقالت لي ايه اللي حصل، دخلنا اشتكيناها. طبعا هم عزلونا، يعني احنا اول ما دخلنا وحسوا ان الموجهين جايين احنا ما عرفهمش، فقالوا لنا طب اطلعوا فوق استنوا شويه وكده. حسيت ان في حاجه بتحصل، فنزلت تاني وكان معايا اولياء امورهم، اولياء امور الطلبه التانيين، ونزلنا تحت في الاوضه في حجره العميده وكلمناها. فلفتنا نظر الموجهين فقالوا لي ايه اللي حصل، فحكيت لهم الحادثه زي ما حصلت، قالوا لا انت لازم تكتبها مذكره رسميه عشان نقدر نتخذ موقف. فكتبت المذكرة وسيادة الموجهة حققت معهم مع المدرسة وحققت مع الطلبة، واحنا قاعدين بيحققوا، يعني طبعا كان بيحققوا في مكان تاني، احنا قاعدين في حجرة العميدة، نزلت البنات حكولي اللي هي شافتهم المدرسة وبصت لهم بسخرية، وزي ما قالوا بقى انتوا بتشتكوا واحنا وانتوا بتشتكون انا ليه. في الوقت دوت جت المواجهه استدعتني، قالت لي تعالى اكلم المدرسه هي جايه تعتذر وكده. فروحت للمدرسه قالت لي والله العظيم انا ما قلت حاجه، قلت لها بتحلف بالله؟ قالت لي اقسم بالله العظيم والله انا ما قلت الكلام ده، انا مدرسه مواد شرعيه ومش هقدر اقول الكلام ده. قلت لها بس دول مش هيضحكوا علينا، او في ثلاث بنات مش هيكذبوا، واذا بيكذبوا ممكن نواجه بعض. قالت لي لا، المواجهه قالت لي ما ينفعش ان انا اواجه تلميذه بمدرسه كده، انت بتكسر المدرس. قلت لها خلاص ممكن نمشي قانوني، انا عايز تتحول شؤون قانونيه، نكسر المدرسه، الخوف على كسر المدرسه، خوف على كسر المدرسه، خوف على كسر الطلاب وإهانتهم، ولا حتى كسر نموذج المدرسه اللي بتكذب للاسف يعني. فنزلنا قالوا لنا خلاص احنا نعمل لفت نظر للمديره ولفت نظر للاخصائيه الاجتماعيه، لان الاخصائيه الاجتماعيه لما سالتها قالت لي انا حصل بيني وبين المدرسه مشاده كلاميه. حصل مشاده كلاميه على اساس بتعاتبها ان ازاي هي تقول للولاد كده. الاخصائيه بتقول للمدرسه ازاي تقول لهم كده وده كلام ما يتقالش فحصل مشاده بينهم وبين بعض. وصل الموضوع في النهايه لايه يا استاذ يعني؟ نزلنا ومشينا. بس كده؟ عملوا لفت نظر للثلاثه ومشينا. لفت نظر. هل عارفه يعني ايه لفت نظر يا بسمله؟ ولا حاجه. طيب هل انت شايفه ان انت كده اخدتي حقك، ان انت كده ممكن ما تتعرضيش للاهانه تاني، انه ده درس لكل واحد ممكن يهين حد لانه لونه مختلف شويه، افتح شويه، اغمق شويه، شايفه انه ده درس كافي؟ شايفه انه ده كفايه؟ لا مش كفايه. انا حضرتك دلوقتي لما حصل انا مشيت، فطبعا انا بتكلم مش عن نفسي، احنا 3.5 مليون نوبي في مصر، هي قصه كلها ده تاريخ، هو تاريخ هم مش عارفينه. أنا أعتب على الأزهر وأعتب على وزارة التربية والتعليم إن التاريخ النوبي مش مسجل، مش مسجل في حياتنا كلها، يعني في التاريخ كله من سنة أولى ابتدائي لغاية لما خلص جامعة مفيش تاريخ. طب أستاذ يحيى، يعني حضرتك ولدت في القاهرة؟ أنا مواليد الجيزة. مواليد الجيزة. وعشت كلها في القاهرة. طيب طول حياتك هل تعرضت ما يشبه اللي تعرضت ليه؟ لا 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 لا، لا أنا ليا أصدقاء مسيحيين. ما اقدرش اقول له مسيح، انا لو قلت له مسيحي مره واثنين وثلاثه هيزعل مني. ليه اصدقائي يعني في كل حته، في كل حته ولله الحمد احنا لنا اصدقاء كتار. هي مصر تنوعتها دينيه، عرقيه، لونيه، جنسيه مختلفه، يعني دي طبيعه المجتمع المصري. يعني هم دلوقتي المدرسه دي عملت تقوقع للطلبه، هم الثلاثه بقوا قاعدين جنب بعض. مش قادرين يتعاملوا مع اي حد تاني. ودي مش الحادثه الاولانيه. حادثه في 6 اكتوبر بنت برضك نوبيه مش عايزين يلعبوا معاها. من قيمه سنتين الاطفال مش عايزين يلعبوا معاها.
من سنتين في مدرسه الاطفال ده انت شايف انه ده نتيجه لايه؟ نتيجه للمدرسين ولا نتيجه للتربيه في البيوت؟ نتيجه للجهل اللي احنا فيه، نتيجه الجهل التاريخ النوبي. التاريخ النوبي يعني احنا ناس ضحينا بسبب يعني ضحينا للبلد. احنا اكتر ناس ضحينا للبلد، احنا كنا يعني تهجرنا هجره يعتبر اكبر هجره في التاريخ. ونعتبر هجروا 400 كيلو متر في خلال من مده من اغسطس 63 لابريل 64. ده لبناء مشروع السد العالي. بناء مشروع السد العالي. تمام. بس هو الموضوع مش مرتبط بالجهل بس بالتاريخ النوبي. مفيش تاريخ يعني النوبي. هو طبعا ده مهم انه يعني التاريخ المصري لكل تفاصيله العرقيه، واحنا كلنا مختلفين يعني مصر تركيبتها طول الوقت يعني فيها تجانس ما بين تفاصيل كتيره. الفكره مش في الجهل بالتاريخ، التاريخ طبعا مهم ومهم ان هو يذكر، بس هو الجهل بانه حتى بالانسانيه، الجهل بالدين، الجهل ان احنا كلنا سواسيه، ان ربنا مش هيفرق ما بين واحد والتاني ولا يحاسب واحد والتاني بناء على انه ده ابيض ولا بناء على انه ده اسمر، بناء على عمله الصالح. وفي نفس الوقت ده كمان القانون، هو الجهل اللي بيخلينا يعني للاسف شديدا ان احنا نوصل للمرحله دي في وقت يعني المجتمع كل مجتمعات الدنيا كلها بتتغير. استاذ يحيى احنا عايز علينا جدا. انا اسف والله، احنا مصريين. اه طبعا احنا مصريين، انه مين احسن ناس مصريين؟ ما ينفعش اللي بيحصل. احنا اصل البلد، احنا اصل مصر، احنا اصل مصر، النوبيين اصل مصر. ده التاريخ، ده التاريخ اللي كاتبين عنه امريكا، نوبيان بيسفول بيبول ان ايجيبت. هو ده التاريخ اللي يعرفوه الامريكان، يعرفوه السعوديين، يعرفوه الكويتيين. اهالينا اللي عايشه في السعوديه، اهالينا اللي عايشه في الكويت بيحترموا هناك، بيحترموا عشان هم نوبيين. السعوديين عارفين احنا يعني ايه نوبيين، وعارفين قرانا قريه قريه 55 قريه على مستوى مصر. اللي خارج البلد عارفينها، المصريين ما عرفوهاش يا اخوانا. ما ينفعش بنتي ولادي وبنات النوبيين يتهانوا كده في المدرسه ازهري. انا مدخلهم ازهري عشان يتعلموا، عشان يتعلموا دينهم. طيب خليني بس، لا فرق بين يعني عجمين وعربيين الا بالتقوى. بالتاكيد. طيب خليني بس اخفف عنك يعني الظلم اللي حضرتك شاعر بيه مش موجه ل لا مش موجه للنوبيين، هو موجه للاسف شديد لكل مصري، وزي ما اشرت انه ده بناء على الجهل. النوبه واهل النوبه على راسنا من فوق، صعيد واهل الصعيد على راسنا من فوق، اهل بحري وبورسعيد على راسنا من فوق، السويس واهل القناه على راسنا من فوق، مصر كلها، كل اهل مصر على راس كل مصري من فوق. واحنا بنعتذر لك وبنعتذر لبسمله وجهاد عن اي اذى ممكن يكون لحق بيهم، بس الحقيقه انه المفروض عمر جاي في الطريق. عمر للاسف شديد متاخر، بس انا عايزه اكد لكم وهحكي لكم حكايه عمر. عمر برضو اتعرض لاهانه، مش بناء على لونه، مش بناء على دينه، ولو انه في كتير كمان للاسف شديد بيتعرضوا لاهانات بناء على لونهم زيكم يا جهاد ويا بسمله، ولكن كمان على اساس دينهم. عمر علشان رايه السياسي، قال ان هو مش حابب سياسه الرئيس مرسي، قال ان هو ما بيحبش الاخوان المسلمين، فما كان من انه استاذه فاضل وقف وسط الطابور المدرسه الصبح وقال اسمه بالكامل، وقال ان عمر عاطف علي ده بيكره مصر والمصريين والاسلام والمسلمين. اذى لحق بالولد وبالطفل، وخوف ورعب وغضب شديد كمان عند والده. هنا ما كانش السبب يعني عرق او لون يا استاذ يحيى، السبب هنا جهل، ان احنا لازم كلنا نكون زي بعض، يا اما ما نحبش بعض وما نتعاملش من بعض. يعني ارجو انه انا نفسي يعني نفس التاريخ النوبي يعني يتحط في التاريخ. يعني طبعا كل الناس في يعني الهكسوس في التاريخ، ثوره 23 يوليو، ثوره حرب 73، مفيش حاجه عن التاريخ النوبي. طيب احنا معانا على التليفون المطرب محمد فؤاد، اتصل بينا علشان يعني في مداخله للتعليق على هذا الموضوع. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذه دينا. صباح الفل. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله يا فندم. ازيك يا استاذ يحيى؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك فندم؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك لك، الله يخليك. يعني دموعك دي مش دموعك دي ما تنزلش كده بسهوله. الحمد لله رب، الحمد لله. بس في دموع وفي فرحه وفي ضحكه كمان منوره على وشوش البنات، لو تشوفوا هم فرحانين قد ايه انك بتكلمهم دلوقتي.
بعد اذنكم جميعا يعني انا هكلم بسمله الاول وبعد كده جهاد عشان انا عندي بنت اسمها بسمله. اه تمام. ومبسوط جدا ان بسمله قاعده قدامي. اخي عايز اقول لها بسمله انا بموت فيك. وجهاد طبعا انا بموت فيها هي كمان. الاثنين الله اكبر عليهم زي القمر. ان شاء الله. ربنا يخليهم في اهاليهم. يا رب. حاجه تشرف دم شربات. الله يخليك. في احلى من كده بنات؟ في احلى من كده؟ الله اكبر بجد. وشوش مصريه القلب يتخطف لها. انا طبعا عز عليها جدا ان هم يعني يزعلوا او حاجه زي دي تاثر فيهم. انا بقول لهم انتوا مصر وانتوا دم مصر الجميل. وبعد اذنك يا بسمله انتوا وجهاد اي حد اهانكم سامحوا له وجه الله. الحمد لله رب. ان ربنا امرنا بان احنا نسامح وانتوا اهل التسامح. اي حد بشرته سمراء ده عنوان التسامح وعنوان الطيبه اللي في مصر جايه من اللون ده. انا معلش انا طبعا عمال اقول لازم اكلمها افرحها واضحكها واخليها مبسوطه ولو عايزين اغني لها اغني لها. ولما تكبر كده تبقى مهندسه ان شاء الله تاخدني بقى تشغلني عندها سواق. طيب تسمعوا ايه من محمد فؤاد؟ الليل الهادي. محمد فؤاد. سمعت الليل الهادي. الليل الهادي. بسمله عايز تسمعي ايه يا بسمله؟ بسمله عايز تسمعي ايه؟ عايز اي حاجه. مكسوفة. بس احنا عندنا مطالبات في الكنترول. القلب الطيب. القلب الطيب وفي الحب الحقيقي وفي حاجات كتير حلوة لمحمد فؤاد يعني. فحضرتك اختار او حسب الطلب بقى استاذ يحيى. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح. يعلمنا نفكر دايما في مصر اللي جاي. لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني. وجرع الواضح انه يعني فقدنا الاتصال بالفنان الكبير محمد فؤاد. انا مشكور. انا معاك انا بسمله بس. لا 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 معاك والله. اه طيب بتضحك. اوكي معاك. انا بشكرك شكرا جزيلا. اديك شايف يعني وشوشهم نورت بضحكه جميله ورائعه سواء على وش استاذ يحيى او على بسمله وجهاد. بشكرك يا استاذه دينا على ان اهتميتي بالقمرتين دول وبالاستاذ يحيى وبالناس اللي هم المصريين اللي بجد اللي بنعتز بيهم. تأكيد. لا شكر على واجب. يحيى انا 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 مخطوف من يحيى. يحيى ده طينه انا بعشقها. بعشقها. الله يكرمك. في مصر او في السودان او اي بشره سوداء. الله يكرمك. على وجه الارض. الله يكرمك. طول امتداد سيدنا بلال يعني حبيب الكل. بالتأكيد. الله يكرمك. شكرا جزيلا فنان الكبير محمد فؤاد. وبشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى. بشكرك شكرا جزيلا يا بسمله. وبشكرك شكرا جزيلا يا جهاد. واتمنى ان انتم دايما تحافظوا على حقكم وما تسمحوش لاي حد ان هو يهنكم. واحنا بنطالب بمؤسسه الازهر الشريف والساده المسؤولين عن تثقيف وتنميه الساده المدرسين والمدرسات في مدارسنا ومعاهدنا انه تابعوهم وشوفوا ايه الافكار اللي في دماغهم وخلوهم ما يكسروش ولادنا اللي هم الورد اللي بيفتح في بلدنا. مش لازم ان احنا نموته ولا نقتله من القهر ولا من الخوف او من الاهانه. ونتمنى ان احنا نعرف اجراءات ايه اللي هيتم مع هذه المدرسه اللي اهانت بسمله واهانت جهاد واهانت مين كمان؟ ابتهال. وابتهال كمان. ابتهال اللي ما جتش معانا النهارده. بشكركم شكرا جزيلا. عمر وصل بالسلامه. هنتعرف على حكايه عمر وكمان شرفنا الاستاذ عماد الدين حسين بعد الفاصل.